معنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل رئيس التحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. نبدأ من تصريح العبادي الذي قال إن هناك مستثمرين ورجال أعمال مولوا حملته الانتخابية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذا التصريح يدل على منتهى الغباء من جهة، وعلى اعتراف كامل بتلقيه رشاوة في تمويل حملته الانتخابية، لأن الجميع يعرف أن المال الذي يدفعه رجال الأعمال والمستثمرون لتمويل حملات انتخابية للسياسيين ما سيعود عليهم بالعقود والمنافع التجارية لاحقا عند تسلم هذا المسؤول المنصب السين أو الصاد من مناصب السلطة التنفيذية أو التشريعية لاحقا. والجميع يعلم أن الأمريكان كشفوا بالأدلة والوثائق منذ عدة سنوات أن حيدر العبادي أصلا تلقى رشاوة بين 3 و5 مليون دولار هو وإبراهيم الجعفري أثناء فترة مجلس الحكم من شركات الاتصالات. وبالتالي هذه التلقي الرشاوة يبدو أنها عادة مستحكمة لدى أعضاء حزب الدعوة. طيب ننتقل إلى غريمه المالكي الذي قال في سياق الترويج له لنفسه، قال إن الموازنات في عهده صرفت في رواتب والزراعة والمستشفيات وغيرها من الخدمات. هل يمكن لعاقل أن يصدق ما يقوله المالكي؟ يعني فضلا عن أن المالكي كذاب بشكل واضح وهو يعلم ذلك، المواطن العراقي يعلم جيدا أن المالكي كذاب. لم يعني يشهد المواطن العراقي رخاء ولا وجد مشاريع جديدة كالتي يتحدث عنها المالكي. الزراعة شهدت تدهورا كامل مريعا، الصناعة شهدت يعني انحدارا كليا تقريبا، التعليم، الخدمات البلدية الصحية وكل الخدمات الأخرى، فضلا عن التدهور المريع في الأمن الذي انتهى بتسليم ثلث محافظة أراضي العراق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي العراقي، المواطن العراقي هو من يحكم على هذا التصريح بالكذب. طيب أيضا المالك هناك تصريح خطير له، قال يعني هو رجح اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات، وأيضا لا نعلم ما الربط، وحتى بعد إجراء تعداد سكاني. ما الذي تقرأه من هذا التصريح؟ هو قال عندما يتم تزوير الانتخابات، ومن ذا الذي يمكنه تزوير الانتخابات؟ الذي يمكنه تزوير الانتخابات ونتائجها هو من يمسك بالسلطة، وحزب الدعوة الذي هو الأقدر على تدمير العراق ممسك بالسلطة منذ 15 عاما. وبالتالي أو ما يقاربها، وبالتالي فهو الذي يقوم، حزب الدعوة هو الذي يقوم بتزوير الانتخابات. ومعروف أن حزب الدعوة برئاسة المالكي وزعيم مسؤول مكتبه السياسي هو حيدر العبادي. التهديد الذي أطلقه نوري المالكي بشن حرب أهلية أو بنشوب حرب أهلية عفوا، هذا يدل على ما يسعى إليه في تدمير الشعب العراقي والحاق مزيد من الأضرار به. أشكرك الشكر الجزيل. عبر الهاتف من اسطنبول السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.